في ربع ساعة كان يقدر يعمل اللي 10 لعيبة ما كانوش يقدروا يعملوه. عشان كده شفنا ان يعنيه هتكون مختلفة وهو بيختار افضل 11 لاعب في تاريخ الكرة المصرية. اهلا بيكم في دريم تيم. انا هختار عصام الحضري في حراسة المرمى. وجهة نظر الشخصية انه كابتن ثابت البطل الله يرحمه، كابتن اكرامي، كابتن عادل المأمور، كابتن عصام الحضري، انا هم دول، كابتن شوبير كمان، هم دول احسن حراس انا شفتهم. لكن من وجهة نظري الحضري يتفوق على كل الزملاء السابقين لانه خبرته عالية جدا، لعب على المستوى الدولي وكان مؤثر جدا سواء مع منتخب مصر او مع النادي الاهلي في كل الفوز بالبطولات سواء لمنتخب مصر او للنادي الاهلي. اخد الباك رايت كابتن ابراهيم حسن. وجهة نظر ان هو احسن واحد لعب في المكان ده، عنده كل مقومات الباك رايت النموذجي الدولي اللي يلعب في كل الاجيال. يعني كان سابق عصره، كان قوي جدا، كان سريع جدا، كان عنده لياقة بدنية عالية قوي، كان عنده روح وحماس وإخلاص بشكل كبير جدا، وكان عنده تكملة للجزء الأمامي، بيرفع أوفرات رائعة. كابتن إبراهيم حسن أنا شايف أنه الباك الأمثل في تاريخ مصر. أخد في قلب الدفاع اتنين، كابتن ماهر همام، كابتن النادي الأهلي ومنتخب مصر، وكان نموذج لقلب الدفاع، الراجل السردباك اللي بيمسك رأس حربة، بيلعب ألعاب الهواء بشكل رائع، بيتوقع بشكل كويس قوي. هاخد اللي جنبه كابتن وائل جمعة. شايف ان الكابتن وائل جمعة عنده من الإصرار والحماس والرجولة والجدعنة انه يقدر يحتل المركز ده بجدارة. لعب على مستوى منتخب مصر وفاز ببطولات كتير قوي، لعب على مستوى النادي الأهلي، كان مخلص جدا جدا في كل أدائه مع المنتخب أو مع النادي الأهلي. اختار وائل جمعة انه يكون السردباك التاني جنب كابتن ماهر همام. انا هاخد من وجهه نظر الكابتن ربيع ياسين، لان الكابتن ربيع ياسين برضو زي الكابتن ابراهيم حسن كده كان سابق عصره. يعني كان بيدافع بشكل كويس قوي، بيعمل التغطيه العكسيه ولا اروع، كمان طوله مساعد المدرب ان هو اكنه بيلعب سردباك ثالث، كل العاب الهواء واخدها. كمان هو راجل ما كانش اشول، فكان لما بيدخل لجوه كان بيعرف يعمل 1 2 او بيسدد على المرمى بشكل كويس قوي. انا هلعب 4-1-4-1. الواحد اللي من وجهة نظري يستحق المركز ده هو كابتن حسني عبد ربه. اخد حسني عبد ربه كاحسن ديفندر من وجهة نظري انا شفته، لان حسني عبد ربه انا لعبت ضده كمان، لعبت ضده، حسيت بكتلة من الحديد بتلعب، ناشف جدا، عنده عصب قوي جدا، كمان بيمتاز بخبرة عالية جدا في انه ازاي لما يقطع الكرة يطلعها صح. الاربعة اللي قدام حسني عبد ربه من اليمين للشمال، هاخد بركات ملك الحركات، كابتن محمد بركات احد اعظم من لعب في ناحية اليمين من وجهة نظري، سرعة كبيرة جدا، اختراقات بشكل ولا اروع، صعب جدا جدا تمسك محمد بركات، هداف من العيار الثقيل، يقدر يسهل الملعب على اي بلاي ميكر بيلعب انه ياخد من ورا الباك، ياخد ما بين الباك والسرد باك. اخد اللي جنبه تريكة، اخد كابتن محمد ابو تريكة، احد اعظم من لعب برضو تحت رؤوس الحربة، بيشتغلها بشكل كويس قوي، عنده رؤية كبيرة جدا في الملعب، عنده يقدر يوصل زمايله للمرمى، يقدر هو كمان يروح يهدف، بيعمل حاجة كويسة قوي انه بيروح ورا الرأس حربة ويقدر ياخد المكان الفاضي دايما، عشان كده اهدافه كبيرة جدا واهدافه كتير قوي. اخد محمد ابو تريكة في صانع الالعاب. اخد جنب ابو تريكة كابتننا الكبير الكابتن حسن شحاتة. اخد الكابتن حسن شحاتة وبنزله شوية تحت رأس الحربة، علشان هو عنده سرعات عالية جدا، عنده حرفنة كبيرة قوي، كان بيقدر يعمل الشغل الدفاعي والهجومي، لعيب بيلعب في كل حتة في الملعب، كان برضو بيقدر انه يروح ورا الرأس حربة، يقدر يهدف بشكل كبير قوي. اخد الكابتن حسن شحاتة في مركز الرأس حربة المتأخر سنة. هاخد الهاف ليفت كابتن طاهر ابو زيد. كابتن طاهر ابو زيد احد اعظم من لعب في الناحية اليسرى، رجله الشمال قوية جدا، عنده تصويب عالي قوي، عنده المراوغة بشكل كبير جدا، لدرجة ان هو لقب مارادونا مصر،
كان بيعدي من اي حد يقدر يعمل جبهة ناحية الشمال بشكل رائع، كمان خصوصا لما يكون معاك كابتن ربيع ياسين فبيحط له الكرة وبيروح هو تاني كابتن طاهر بيقدر يروح وبيرقص يعمل 1-2 بيشوط بيهدف بيرفع، عنده مميزات عالية جدا في ناحية الشمال. كابتن طاهر ابو زيد بختاره ان هو الرابع بتاع نص الملعب. كابتن خطيب مهارته في التحضير، مهارته في لمسة الكرة، مهارته الإبداعية في التهديف، مهارته كمان في أنه يقدر يلعب اللي جايين من تحت، إذا كان الكابتن حسن شحاتة أو كابتن طاهر أبو زيد أو كابتن محمد أبو تريكة أو كابتن بركات. أشوف أن كابتن خطيب من وجهة نظري هو اللي يشغل مركز رأس حربة الصريح. تشكيل كان غريب انه ما يكونش فيه ثلاث اسماء عصرهم وليد من البداية للنهاية، هاني رمزي، احمد حسن، وحازم امام. كابتن هاني رمزي رائع رائع، لكن في مركز الليبرو. كابتن هاني رمزي كان بيلعب بشكل كويس قوي مع النادي الاهلي، وانا لعبت معاه في الناشئين وكمان في منتخب مصر. كابتن هاني رمزي يقل سنه في مسك الراس حربه عن الكابتن ماهر وعن الكابتن وائل جمعه، لكن لو انا كنت بلعب بليبرو لازم هيكون الكابتن هاني رمزي احد الثلاثه اللي يلعبوا في القلب. كابتن احمد حسن انا بلعب بطريقه مختلفه شويه. كابتن احمد حسن ما ينفعش ياخد الديفندر المدافع لان هو برضو عنده ميول هجومية، ولو قارنت بينه وبين الاربع لاعبين اللي بيلعبوا قدام تحديدا كابتن احمد حسن ما بيلعبش على طرف من الملعب، يعني ولا ينفع يلعب طرف يمين زي بركات ولا ينفع يلعب طرف شمال زي كابتن طارق وزير، فهتبقى المنافسة بينه وبين ابو تريكة وبين الكابتن حسن شحاتة. احمد حسن لا يقل عن كابتن حسن شحاتة ويقل عن كابتن محمد ابو تريكة في الحتة الجمالية اللي هي فيها ابداع فيها رؤية للملعب، ويقل كمان سنة عنهم في الناحية انهم يروحوا يكملوا كراس حربة تاني. ده الفاكهة والمتعة. لكن هو برضو بقارن الكابتن حازم بمركزين فقط، كابتن حسن شحاتة وكابتن محمد ابو تريكة. كابتن حسن شحاتة بيروح على المرمى اكتر، بيقدر يلعب الرأس حربة التاني بشكل اقوى من الكابتن حازم. على الناحية التانية محمد ابو تريكة اثبت ان هو بيقدر يلعب الناحيتين، يقدر يبقى بلاي ميكر ويلعب الناس ويوديهم للفراودة، وفي نفس الوقت هو يقدر يروح يكمل ويبقى رأس حربة تاني. يا رب اللي انا ما اخترتش اسمه ما يزعلش مني، لان الموضوع صعب جدا انك تختار 11 لاعب فقط من ضمن مئات اللاعبين المتميزين جدا في تاريخ مصر. انا بشكركم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.